وإلى لبنان، إعادة تأهيل دور السينما المغلقة في بيروت وجنوب لبنان وشماله، ثم افتتاحها وتحويلها إلى مساحات ثقافية مستقلة ومجانية. بالفعل لا، يعني هذا ما تسعى إليه جمعية تيرو الفنون ومسرح اسطنبولي التي أعلنت عن أعمال إعادة تأهيل سينما الكوليزي في بيروت بهدف تحويلها إلى المسرح الوطني اللبناني. وبذلك تتحول دار السينما المغلقة إلى مساحة ثقافية حرة ومستقلة مجانية، تنظم فيها ورشات تدريبية ومهرجانات وعروض فنية، بالإضافة إلى مكتبة عامة ومقهى فني. وتهدف جمعية تيرو الفنون التي يقودها شباب متطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمراء وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور، والتي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، طبعا فضلا عن سينما أمبير في طرابلس.